ما رأيك في واقعة بورسعيد الأخيرة وتحميل وزارة الداخلية المسؤولية الأولى فيها؟ هقول لحضرتك لكي لا يتكرر ذلك، مش بإيدي أنا كشرطة. النهاردة البلد مليانة ما شاء الله أحزاب فوق المئوي. الحزب ده بيمثل ايه؟ بيمثل ناس. اقول يا قادة الاحزاب، انتوا عملتوا الاحزاب دي ليه؟ لمجرد المعارضة واللي 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 وبس وخلاص؟ واذا حبيت تعارض بتعارض ليه؟ المفروض الهدف المشترك ما بين جميع الاحزاب على اختلاف ارائهم والاخره مصلحة مصر وألا تنكسر مصر. ده المفروض، ادي الوطنية. غير كده يبقى خائن على طول. ما هي الخيانة؟ ايه هي الخيانة؟ الخيانة ان انا اهدم وطني، ان انا اهدم بلدي. اقول لهم يا قادة انتوا اللي في ايديكم كل شيء. النهاردة الوضع تغير تماما يا استاذ عماد، خالص ما اصبحش فيه صوت خافت. الكل بيتكلم والكل بيطالب، والعامل بقى يقف قدام رئيسه ويطالب بس بحق وبأصول وكما تعلمنا من أخلاقياتنا. ماله؟ في تجاوز في أي حاجة؟ في غلط في أي حاجة؟ قولوا. عندكم وسائل الإعلام ما شاء الله، بس دون العنف وبدون التخطيط المدمر. خلاص؟ عندنا أعضاء مجلس شعب لأول مرة، أول صورة ناصعة البياض يشهد لها العالم كله أن ينتخب مجلس بعد. أنا خريج 63، حضرت كم هايل من الانتخابات، أشهد لأول مرة مجلس شعب فعلا معبر عن الناس. يبقى مفيش داعي إن احنا نبقى ما بين مؤيد ومعارض ونجيب خرطوش في المجلس ونقول اهو لقيته والحكايه اتكشفت والى اخره. لا، ليه؟ انا قاعد ساكت اهو كداخليه. اذا بدات بهجوم، اذا بدات بعنف، اذا بدات باي تعامل، لست فوق القانون، يحاكم من اول وزير الداخليه، يحاسب. لكن بلا اي داعي. في مسألات في النيابة، في قضاء، لازم نحترم القضاء. والله لو مشينا بهذا، وأنا كما بدأت في المقدمة بتاعتي تحت مسمى بهدوء وتحت وصف تفعيل كلمة هدوء، كل واحد هياخد حقه. طب. هنا لما بنيجي للبرلمان وهو يحاول ان هو يتعامل مع ملف الأمن، كيف يمكن أن يساعد البرلمان أو أولا يمنع الشرطة من حالة الانكسار أو زيادة الانكسار ويساعدها أن تكون شرطة محترفة في ظل حكم القانون؟ أولا يعني من ناحية المعنوية لابد من رفع الروح المعنوية لرجال الشرطة على الإطلاق، مع عمل دورات تدريبية تثقيفية لبث روح النضال، روح اولا يعني روح العمل، لان ده واجبه اللي هياخد عليه مرتب وفي نفس الوقت هيساب عليه لانه بيخدم بلده. من الناحيه الثانيه مطلوب برضه مساعدتهم ماديا، مساعده رجال الشرطه بصفه عامه ماديا، وخاصه ان فيها قطاعات دلوقتي كتيره جدا مادياتها تفوق الشرطه بكثير. وفي نفس الوقت بعد كده ان انا بديهم تحذيرات، اللي بيتخطى الخط الأحمر المحدد له أحكمه. ضابط بيفتش بيت لازم يكون معاه إذن، ولازم برضو ما يتطرقش إلى أمور متزايدة. فتش بيت لازم تكون في قضية ويجيب القضية ويجي، إنه يرتكب أي أخطاء تانية لا يحاكم طبعا. ما أقدرش أقول لا ما يحاكمش، لا يحاكم ويعاقب ويبقى عبرة لغيره. لكن الراجل اللي بيأدي عمله على أحسن وجه لابد أن أكافئه وأقف معه. كيف نضمن ألا ينكسر الأمن
الأمن بمعنى الأمن في ظل حكم دولة القانون. صحيح. ده تعرفنا للأمن. صحيح. كيف لا ينكسر هذا الأمن الذي يعني يدير أعماله وفق دولة القانون مرة أخرى لا قدر الله. لو عملنا ثلاث حاجات. الأولى سيادة القانون. ما جيبش حد عينه بواسطة حتى لو ما يصلحش. ما ينفعش أجيب ولد مدمن مخدرات وعينه ظابط عشان دفع 60,000 أو أبوه لواء. نمرة واحد سيادة القانون، لا استثناءات ولا تجاوزات ولا مجاملات ولا تربع بالوظيفة. نمرة اثنين الشفافية في أداء العمل. خليني أبص عليك وانت بتشتغل ومن حقي أشتكيك لما تغلط. ومن حقي أسقف لك لما تعمل تجيد. لكن حالة التعتيم بتسمح بالجراثيم، لكن طول ما في شفافية في الأداء خليني لما انت تخش بيتي اشتكيك واقول تجاوز حدود وظيفته والمحكمة تديك براءة. انا هبقى راضي. هبقى راضي لان انا خدت حقي وانت خدت حقك. بقدر ما انت سعيد ببراءتك انا سعيد ان انا ليا سكة اشتكي فيها وفي الاخر يتقالي لا هو كان في حدود وظيفته وكان مع زي احنا لما بنعمل طعن في الاعتقال او في القبض ويطلع كان معاه اذن نيابة. خلاص مدام باذن قضائي انت صح مدام ما تجاوزتش الاذن. التالتة وهي الاهم ان تكون الدولة كلها كذلك، لانه الكيان النظيف في المحيط العفن لا يمكن أن يستمر نظيف. عايزين دولة القانون، دولة تداول السلطة، دولة السيادة الشعبية الحقيقية، دولة الاحتكام لصناديق الانتخابات، دولة القبول بالآخر، دولة لا طوارئ فيها ولا استثناءات ولا محاكم خاصة، حتى نستطيع أن نصل إلى دولة تبقى بتشتغل سيستماتيك، بتشتغل لوحدها، الآليات الديمقراطية، دولة مؤسسات وليس دولة أشخاص، من الآخر بتشتغل لوحدها، بتأدي وظيفتها تلقائي، بنروح للناس والناس بتملك سحب الثقة وتمنع وتملك إعطاء الثقة وتملك المراقبة وتملك المحاسبة. أعتقد لو عملنا كده هتبقى دولة نظيفة وراقية. كيف يمكن أن يتم إحياء ودفع دماء في جهاز الشرطة عشان يكون جهاز شرطة قوي في ظل دولة القانون؟ يعني ما يرجعش للعهد السابق بتاع الانفلات وفي نفس الوقت ما يبقاش ضعيف. يعني نريد أمن قوي في ظل دولة قانون. لدينا مجتمع منفلت ولدينا تحالف خصوم في رأس السلطة، تحالف خصوم حتى نمط تفاعلاته مع بعض مين مع مين مين بيكلم مين بتلاقي فيها مشكلة شوية. إنما سنقبل في الفترة القادمة إن هيكل السلطة نفسه يبقى تحالف خصوم، ربما رئيس من اتجاه ورئيس برلمان من اتجاه ورئيس وزراء من اتجاه ويقسموا الوزارة في النص، يبقى دي البرلمان شغال بنظام برلماني والرئيس بنظام رئاسي والمنطقة اللي في النص دي اللي هي بتاعت الاثنين يبدأوا يقسموها من هذا النوع. لن يكون لدينا نظام ثالث الأول، يعني نظام سياسي ثالث معروف العنوان، عندك واحد كده بتروح له تكلمه وخلاص هو ده نظام سياسي انتهت الليلة. وبالتالي لدينا نظام سياسي أصلا هيبقى معقد كده عامل زي اللي قبل الثورة 52 اللي هي تحالفات وقصر الدبارة وقصر الأب والثلاث أصول دول، الملك والوفد والإنجليز، ثلاث روس هيبقوا شغالين في البلد في الفترة القادمة. الروس هيتعاملوا مع بعض ازاي طول الوقت في وهذه المعادلة لم تنجح. حصل 23 يوم ان واتحرقت القاهرة، هي نفس الكلام بالظبط، والوزراء كانت بتسقط زي العصافير كده في الفترة بتاعت 51. إنما أن نعود مرة أخرى في ظل مثل هذا النظام إلى أن نكون دولة طبيعية أثار في جزء اللي هو اللي حضرتك قلته، دولة القانون، الناس بتشوف وبتبدأ تحس يعني ومستعدة مش للارتداع بالنسبة للعناصر غير المنظمة، إنها مستعدة للاتباع يعني للناحية التانية. إذا بدأ فعلا جهاز الأمن يقدم خبرة ويستحمل ثم خبرة ثم خبرة ثم خبرة متراكمة على مدى 6 شهور، الناس تبدأ لوحدها تساعده. يعني لا يمكن جهاز أمن يشتغل في ظل مجتمع معادي أو منفلت أو الكلام ده كله، هيبدأ يحافظ على شوية حاجات. احنا عندنا تجربة الجيش المصري بعد 67 كان نفس المشكلة يعني، إنما رأس العش وثلاث أربع حاجات كده ظهروا قدام الناس فورا، ظهر إن دي مؤسسة فيها روح وإنها رجعت للشغل الوطني تاني وإنها حتى ويلينج. الناس في مصر أوقات تقبل النوايا، يعني لو بدأ يظهر من نوايا قوات مسلحة أنها سنقيم مؤسسة محترفة في الفترة الجاية، وإن عفى الله عما سلف مش بالطريقة وعفى الله عما سلف بالمناسبة اللي حضرتك قلته الفروج الأمن مقبولة في العلوم السياسية، مقبول إن يجي في حاجات زي بتاعت علي عبد الله صالح إنك تديله رسمي
نوع من انواع الصفح السياسي وتعتبر ما حدث اخطاء غير مقصوده لانها سياسه ماشي يعني ماهوش مجرم هو حصل تقدير غلط حصل مسك كوميونيكيشن بس في ظل الثوره بيبقى موضوع القصاص بالنسبه لموضوع الدماء تبقى مشكله والله سمات في كل حاجه يعني في الجزائر لما خرج قانون العفو العام لما خرج بعض الناس اللي هم تلوثت ايديهم بالدماء علشان مصلحة أكبر اسمها مصلحة الدولة لدرجة منظمة العفو الدولية نفسها احتجت أنت بتطلع دول ليه؟ يعني سايب دول ليه؟ هو لما علي عبد الله صالح خارج بيعمل للناس كده هم مش عارفين إن إيده ربما تلوثت بالدماء إنما يعني إذا كان بيحب قيصر فيحب روما يعني في مصلحة أنت في موقف شديد التعارض يعني فكرة إن ده أو ده ما بتنفعش أنت أوقات تعمل صفقة أوت فلو أوقات تعمل صفقة سياسية مع حد أوقات تعفو عنه أوقات تعمل عمليات التعويض لسه ما وصلناش في مصر لده إن احنا نعمل الديلز دي اللي هي تخليك هو فايز وانت فايز الاثنين خرج بشكل معقول وانت حافظت على نفسك من خطر ممكن يحصل لو انت تعاملت معاه بطريقة عكسية ثم اديته بعض الأرضية اللي تخليه يحميك بعد كده دي سياسة ماهيش لا يعني مش عايز اقول حاجه ثانيه مش اخلاق مش حاجات قانونيه بالمعنى القانوني وبالتالي هناك صيغه يمكن من خلالها القوات المسلحه في الفتره القادمه انها تعود لاكتساب احترام الناس مره ثانيه واعتذار انها من استطاعات الراي مكتسب احترام الناس انما كان بيتناقص بسبب بعض المشاكل الشرطه هي المشكله والشرطه حلها هي وحل كل الناس في مصر المهنيه يعني المؤسسات اللي من هذا النوع ان تعمل بشكل مهني ان يكون على راسها رجل مش يمين او يسار انه يبدا يتامن هو نفسه يتامن الاول ويتم تامين مؤسسته ثم يعمل في اطار القانون لانه ما عندوش مصلحه هو يحمي مين يعني ما هي اوقات نقول لك هيرجعوا الزمان هيرجع زمان لمين بالظبط يعني مين الرئيس دلوقتي اللي هيقدر يؤمر جهاز الشرطه ولا يؤمر الجيش ولا يكلم اي حد يقول له اعمل كذا مين البرلمان نفسه بعد شويه اول ما السلطه القضائيه تبدا تستعيد نفسها والسلطه التنفيذيه تظهر هتلاقي البرلمان رجع ورا خطوتين وتعرف ان انت سلطاتك كذا اللي موجوده وبالتالي عندنا توازن بين السلطات مش انت منتخب وده مش منتخب مش معناه انك عندك يعني قدره على انك تجور على سلطات اشياء اخرى انا قصدي مصر بسرعه ممكن تتعب زي ما انهارت بسرعه جدا زي ما يعني زي ما حصل انهيار سريع اظن انها ممكن ترجع بسرعه كبيره جدا وعندنا حته اللي هي الحضاره اللي مفقدينها يعني الحته الحضاريه اللي في مصر اللي هي بتظهر لك فجاه دي اتصور انها تظهر فجاه مره تانية يعني بخطاب سياسي كويس بمؤسسه كويسه بواحد بطل كده يعني يعمل بعض الحاجات ويكرر يعني النمط ده هيبان جهاز الشرطه جهاز خلاص يعني قال انت علم الدرس القديم ويمارس الاسلوب بشكل اخر هيبان الجيش بعد كده خلاص يعني رجعنا لمهمتنا ولان عنده مشاكل كبيره جدا لازم يلحقها الحدود سيناء بعض الحاجات اللي من النوع ده اللي بدات وعنده طبعا مشاكل خارجيه هيعمل ايه مع الامريكان في موضوع المعونه يعني في هيبقى عنده كميه تحديات في الفتره القادمه يعني ربنا معهم فيها في انه يبدا يظبط اوضاعه الداخليه نفسه اظن الناس بتشتغل بالنوايا وبتشتغل بالنموذج بالمثل في بعض الاوقات وبتحس باللي بيشتغل وما بيشتغلش وبالتالي اتصور مصر هتستعيد نفسها ممكن يعني لو راينا على الحضاره باسرع من العراق وباسرع من ليبيا وباسرع من اليمن وباسرع من اللي حصل في سوريا وممكن زي ما الناس تفاجئت بالثوره يتفاجئوا بالدوله انها بترجع تاني وبنفس القوه اذا حس كل واحد انه يعني مستريح بس انا حاسس الناس مش حاسه انها مستريحه